عن أحوال الطقس، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، باردا في فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مائلا للبرودة على شمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات وأيضا عدد من العواصم العربية والعالمية. نتابع.